ما المناقب التي احتشدت في شخصية الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ بما اتسمت إدارة أمير المؤمنين علي للقلاقل والفتن الكثيرة التي شهدتها خلافته. كيف يمكن فهم مواقف رابع الخلفاء الراشدين السياسية وآرائه في سياق مقاصدي؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج مقاصد بعنوان علي بن أبي طالب حاكم حكيم.